اليوم راح نعمل عن القراءة العاطفية لبرج الجدي لشهر يونيو. انت بتوقع كأنك مخلي كل شيء للقدر، وكأنك مستني شيء في العلاقة ان القدر يصلحه، وكأنك انت حاسس نفسك مش قادر تعمل اي شيء تجاه العلاقة هاي. خلينا نشوف. انت شايف انه بتفصل هنا لبعض منكم، انه في بلوكات بيناتكم، واحتمال انت شايف الشخص ده روحاني وحساس جدا، واي كلمة بيزعل بيطلع من العلاقة. هو شخص عن جد حساس جدا ومشوش جدا. الشخص هذا يعني ما بيعرف ايش بده بالضبط، دائما متحير وحساس جدا وزعلان حاليا. انتوا شكلكم منفصلين زي ما حكيت لك، انت كأنك تركت الموضوع للقضاء والقدر، كأنك استسلمت. انت في وقت يعني استسلمت لهي العلاقة، استسلمت لربنا انه اللي فيه خير هو يقدمه، واذا لكم نصيب مثلا بعض بتاخدوا بعض. انت خلص مستسلم للقدر، للحظ، للنصيب، وانت وحظك. وانت شايف هذا الشخص منغلق، ابتعد، اغلق كل الوسائل بينك وبينه، تباعد نهائيا. وانت شايفه برضه روحاني زي ما حكيت لك، حساس جدا جدا هذا الشخص، وكأنه انت خيرته بين شيئين، بين امرين، والشخص هذا ما اعتقدش اختار، ما اعطاكش جواب، لان الشخص هذا زي مش عارف ياخد قرار اصلا، او هو شخص ما بيعرف ياخد قرارات نهائيا، بطول فعلا، هو بياخد وقت في التفكير، يعني وقت طويل جدا جدا، يعني بيقعد يحسب، يضرب اسداس في اخماس لحتى يطلع قرار. وحتى لو طلع في قرار مش القرار اللي هو بيكون مش فاضي عنه، يعني هو زي باخده انه خلاص اجباري اني اخذ هذا القرار بس. وفكرة على الشخص ده بلوكك، على فكرة لو حط لك بلوكات يا برج، عفوا يا برج الجدي، هذا الشخص بلوك من البيت. ما تقوليش انه كوينتات انا ومحيت ومحا، وهو يعني بيقدر يعمل كوينت جديد، فيس جديد، اي شيء جديد، ويربك من خلاله. فانت خلاص انت مستسلم، انت في حالة الصعود والهبوط، الصعود والهبوط، يعني شيء بتحس نفسك حماسي للشخص هذا، وشيء بتحس نفسك انه خلاص انت استسلمت، ويعني كأنه مش انتصرت، مش شايف فيها انه انت منتصر في هاي العلاقة، لكنك استسلمت للواقع. امرات انت بتكون نفسك تروح مثلا تحاكيه، بتلاقيه حاطط لك بلوكات مش قادر توصل له، وفجأة بتعود تتراجع، ترجع بتحكي خلاص خليها للقدر، يعني انت بين هيك وهيك. طيب خليني اخذ لك الكروت رومانس فيري سون، قريبا جدا. قرر بوضوح ما تريد حتى يأتي إليك الآن. في شيء إذا أنت مثلا تمنيت شيء داخلك راح يحصل، أو أنت إذا دعيت دعوة ادعي شيء، لأنه أنت شكلك الحظ معك، في شيء القدر معك، هو اللي بجنبك، مش أي شيء، ولا أشخاص ولا ناس ولا شيء، القدر جنبك، ربنا هو جنبك، فهو بقول لك قرر أنت إيش بدك، إحنا راح نستجيب عليه قريبا جدا، فقرر إيش بدكم. سواء هذا الشخص شخص جديد، اي شيء. طيب your soulmate challenge in your soulmate، هون بيقولوا لك نادي على السولميت تبعك. صلاتك والتأكيدات وتصوراتك تساعدك في جمعك مع السلميت تبعك. فهون بيقولوا لك نادي على السلميت، وهون بيقولوا لك انه قرر قريبا جدا، فانت في عجلة الحظ، يعني انت هلا تقدر تدعي دعوة وتستجاب. في شيء حواليك
وكأن باب الحظ مفتوح لك، فانت ايه ونادع الصلميت رح يرجع. هو راجع انا شايفه، بس يعني اذا انت حابب ان هذا الشخص يرجع لحياتك، او سواء انت بدكش هذا الشخص، بدك صلميت تاني، رفيق روح تاني، وبدك تنده له، قرر انت شو بدك، لانه انه انت في عجلة الحظ، انت المصير بيعمل فيك هيك، لانه لازم انت تاخذ قرار صح. فانت حاسس نفسك بالمصير، انت نفسك شخص حاسس حالك بتمر بشيء قدري، بشيء قضاء وقدر، مؤمن في القضاء والقدر. فانت قرر، الحظ معك، عجلة الحظ كلها في ايدك، انت قرر شو بدك، سواء هذا الشخص سواء غيره، فانت قرر. اذا مش مرتاح مثلا مع هذا الشخص اتعبك، بتقدر انت تتمنى من ربنا انه يبعث لك شخص يحترمك ويقدرك وتكون مبسوط معه وتحبه ويحبك. يعني بتقدر انت هاي الامه تطلبها من ربنا. الحيح في الدعاء في له استجابه عجيبه اذا انت لحيت في دعائك. فدايما انتوا الحوا في دعائكم واطلبوا من ربنا كثير. حتى في الاستشفاء لما انتوا تحسوا نفسكم وانتوا موجعين، استشفوا في النداء لربنا، وحطوا ايديكم على قلبكم وقولوا يا رحيم، بس قولوا يا رحيم وربنا بيرحم قلبكم. طيب هون بيحكوا لك شكله انتوا في بينكم طرف ثالث. فهون بيحكوا لكم اطفال النبلي والكريستال. تمام، انتم الاطفال ما يسموا في الكريستال، و انا يعني طبعا بصراحه يعني انا ما بامنش في هاي الاشياء، الاطفال الكريستال والنابلي والاشياء هاي، لكن انتم يعني يمكن انتم بتامنوا في الشغلات، فانا رح احكي لكم شو بحكي لكم الكارت بالضبط. لديك رابط مع الاطفال على وجه الخصوص، يمكنك مساعده الاطفال الذين يعانون من الحساسية. يمكن انت طبعا بدنا نبعد عن انه نحكي انك انت شخص من هدول الاطفال النبلي والكريستال والخرافات هاي، نحكي انك انت شخص يمكن مريت بمرحلة طفولة خلتك تحس بالاطفال، يعني انت لما تشوف طفل حزين تعرف عندك الحساسية، يعني تحس بهذا الشخص او بتحس على عفوا في الطفل. ففي يمكن انت في منزلك طفل حساس، يمكن عند الربو وعنده التوحد، عنده شيء ما، فبقول لك انت اثناء رعايتك لنفسك برضه راعي الطفل الحساس اللي عندك. في طفل عندك حساس او ماله اشي او مريض، يعني شوفوا انتو شو. صح انا قارئ تارك، بس مش كل شيء بآمن، يعني انا بحب الاشياء اللي تكون مع دلائل. فيمكن انا يعني اعذروني بالنسبه للي بيحكوا انه اطفال الكريستال والنجوم وكل هاي، انا بصراحه قرات فيها لكن ما عجبتنيش. طب خلينا نشوف هون. هون بيحكوا لك التفت ما الذي تشبت إليه. انت في اشي متمسك فيه، وممكن انت الدعاء اللي هم بيقولوا لك يعني قريبا جدا رح يستجاب، ممكن انت متشبث بشيء التفت فيه، التفت عليه، في شيء انت ماسك فيه. هلا طاقة الشخص هذا شكله فرحان وبمر في وقت فرح وأصدقاء ولما حواليه، ما في عندهم فرح بسبب يعني رفع الحظر، يمكن عنده فرح أخ أخ أي شيء. الشخص اللي فاتح قلبه للحب، فاتح قلبه للحياة، وحابب إنه يحس بالحب ويحس بالرومانسية، لكنه مش عارف حس طاقته كانت حزينة، يعني ممكن هو حزين ولا ابتعادك عنه. هلا بنشوف شو بيطلع معنا، لأن الشخص هذا فاتح قلبه للحب، أو ممكن دخلوا علاقة غيركم.
بنتظر شيء ما. الشخص ده بيراسل حدا على الانترنت كتير، وبيقعد يتفرج من بعيد، يمكن عنده علاقات كتير على الانترنت. الشخص بيقعد يتفرج على الرد، اذا الاشخاص ردوا عليه او لا، للبعض منكم طبعا مش كلكم. وللبعض منكم الشخص هذا ماسك مشاعره وخايف يزعله، خايف يزعله انه فقد الفرصه معاكم، وبحاول انه يلجا للفرح والمرح والاصدقاء واللمه لحتى يخفي لحتى يخفي الزعل. الشخص زعلان جدا جدا وفي طاقته ناحيتك زعلان، فانا بحس هيك انها ضبطك انت. الشخص هذا يمكن عرض عليك الصلح لكن انت رفضت وتحفظت في مشاعرك. بس ما تظبطوش مع بعض الفكرة يعني. احتمال هذا الشخص بيعمل تواصل روحي معاكم على فكرة جدا. احتمال هو بيعملكم انه تتجهوا اليه، ولكنه بيعمل نفسه صامت ومش متحرك نهائيا. كمان انتوا تفكيركم شتت فيه، لانه هو بيعملكم تواصل روحي عالي جدا، لان الشخص هذا متواصل جدا جدا، لانه حساس. والناس الحساسين عمق الألم عندهم بيخليه يطلع طاقة توصلك بسرعة. فالشخص هذا يا إما بيعمل تواصل معكو، أو الشخص هذا متعمد إنه ما يبين مشاعره أمامك ولكنه يبين إنه فرحان ومبسوط. هذا الشخص صغير بالسن أو شخص غير ناضج بأفعاله، لأنه هو نوعا ما بيحبس مشاعره داخله، لكن بدون ما يدرك ليش هو بيحبس مشاعره. يعني هو مش مدرك انه ليش حبس مشاعره وليش هو بالطاقة هاي اصلا. لانه هون عندي نفس الشيء، حتى انت مش فاهم علي، يعني مش فاهم انه ليش اغلق او ليش تباعد عنك. هو حزين، هو مش فاهم نفسه، فهو بحاول يعني بحاول انه يلهي نفسه في الحياة، في الانشغالات والأفراح والشغلات هاي كلها. احتمال انه بتواصل معكم، وعلى فكرة التواصل بينكم عالي جدا 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 الشخص هذا. والشخص هذا بمر بمراحل زي مراحل العروضات، هو يعرض على أشخاص الصداقة أو الأشخاص يعرضوا عليه، يعني كأنه مشغول بالسوشيال لحتى يخفي أوجاعه ويخفي الشيء اللي بداخله. طيب خلينا نشوف مشاعره من ناحيتك. هون عندنا برج الحمل، برج الحوت، برج الدلو. احتمال انه انت بتعمل حوت، دلو، وحمل. وعندنا هون ابراج التاور والسرطان شفنا فقط، مش ابراج لكن الطاقات هوائية طاغية كثير على الفروق الهوائية، ترابية، مائية ونارية، موجودة كل الطاقات. وهو في طاقة مائية، هو حساس يعني، لا هو في الرومانسية والزعل حساسية الزائدة. طيب هو شو مشاعره من ناحيتك؟ هو مشاعره النايت اوف سورد، بسبب هو حاسس انه انت طلعت من العلاقة هربت، يعني هربت بطريقة سريعة جدا. وتسحبت من العلاقة، وشكل انك انت تسحبت برضو. هو شايفك انه انت، هو حاسس من ناحيتك انك انت تباعدت عنه، وبرضه زي ما حكيت لك انت استسلمت للامر الواقع
وكأنه كل شيء عمله فيك حطيته بداخلك، بنفسيتك أنت، بنفسك، وصمدت، وكأنك أنت واجهته مرة واحدة وخرجت من العلاقة بكسرة قلب، ولكن صمدت على هاي الكسرة، وكأنك قعدت تدور في المجهول وعبس، ما لقيت شيء، يعني ما لقيت شيء إنه تمسك على هذا الشخص، يعني حاولت إنه تلف وتدور وتتواصل معي عشان تحصل على معلومات، لكنك أنت ما قدرتش، أنت ما قدرتش تجمع عن هذا الشخص معلومات، فهو شايفك إنك أنت بعد ما يعني إنه ما قدرت تعرف إنه هذا الشخص هل هو في علاقة، هل هو تركك عشان شخص آخر، ما شايفك إنك أنت حاولت تجمع عنه معلومات، لكن أنت زي ما طلعش في ايدك هذا الشيء وطلعت خلص نهائيا من العلاقه والتزمت الصمت. وكمان شافك انك انت متواصل بارع جدا جدا، عندك روحانيات عاليه جدا جدا، وهو حاسس بالتواصل وحاسس انه انت متمسك فيه، متمسك فيه جدا. ليش؟ لانه شافك انك انت حاولت انك تستكشف عنه بعد بضع الاشياء وما قدرت تجمعها، فقررت انه حتى لو جمعت اوكي بس مش الشيء اللي يدينه، ما قدرتش تدينه انت نهائيا. وشايفك انه انت خلص يعني طلعت لميت اللي لميته، سواء كلام سواء عتاب بيناتكو اي شيء، وانسحبت وصمتت، أصبحت صامت. بس هو شايفك إنك أنت بطريقة عقلانية، يعني في شيء أنت لفيت فيه ودورت أو بعثت له مسجات عتاب لكنها قاسية، يعني فيها نوع من الجلد، يعني نوع من تأنيب الضمير، يعني أنا خليته يأنب ضميره وقعدت. في شيء انت عملته زي مش مقر، لكن زي حاولت تفوز عليه، حاولت تفوز عليه. برضو برج الكلب والحوت مشاركين في القراءة، الحمل كمان ايه هو كيف بفكر فيك؟ هو شايف الكوين، فاكر فيك بالكوين اوف وايند، هو بده يصلحك هذا الشخص، بده يفكر في انه يصلح الموقف، لانه حاسس انه انت زي هربت بعد ما فوت فيك، يعني لميت اللي قدرت تلمه وهربت، يعني هربت انت زي بجميع جوارحك، بجميع تعبك، بجميع كل شيء، بدلائل، بكل شيء، وهربت. هو بده يصلح الامر، يعيد احياء هاي العلاقه، سواء ان انتوا منفصلين من فتره طويله على فكره، للبعض منكم طبعا، وبتنفع لانفصال جديد، فالشخص هذا قريبا جدا بده يصلحك، بس حدد انت شو بدك من هذا الشخص، وهو بينادي على السلم تبع اللي هو انت، فعلا هو بينادي عليك. وهو ضغط على عقلك، عشان هيك انت بتحس نفسك انه مرة بتكون كويسة او مرة لا، وبتحس نفسك مشتت. الشخص هذا طبعا تنفع القراءة للعكس يا جماعة، عشان ما حدش يحكي لي العكسية، فهي قبل العكس، يعني اذا حسيت ان الكلام مش منطبق على برج جديد منطبق عليك، انت برج تاني بس الكلام والطاقة منطبق عليك، فهو إلك الكلام أنت، وإذا لجيتي كل واحد يعني بيعرف مشكلته وقصته بالضبط. طب خلينا نشوف شو بدي أعرفك عليه. الشخص هذا بده يفكر بمية قصة معك، وشايفك إنك أنت جميل جدا وعاقل جدا، وبرج الكلب طلع معك من مرة يا جماعة. وكمان هو الشخص هذا بده خلص يقطع الأفكار المشوشة من راسه، وبده يحس إنه عقله
أصبح ثابت على حلم معين، على كاسة معينة، على حب معين، الشخص هذا مخه خلاط، فبده يريح هذا الخلاط ويكبس كبسة السفر إنه يوقف. وشو ما طلع في الخلاط طلع بشربه، المهم إنه عقله يرتاح. هو شافك إنه فكر فيك كالكوين، كأنه يجيك على شخص إنه جميل ويجذبك وخلص يقطع هاي اللعبة الجيم اللي انتو بتلعبوه مع بعض، ويقطع كل الأفكار السيئة كلياتها. الشخص بده يجي يبرر لك، بحط لك 100 مبرر، بس المهم إنه عقله يرتاح لأنه هو مشدود لك بشكل مش طبيعي، ولأنه زي ما حكيت لك مخه قرب ينفجر من كتر ما بفكر فيك، ومن كتر ما بحبك ومنشد لك، ومن كتر ما إنه عقله مش ثابت إلا في حبك أنت، في التفكير أنت، خلص هو ثابت عقله فيك أنت. الشخص اللي بيحاول إنه يطلع مع الأصدقاء ويمرح ويفرح وكل شيء، لكنه بحاول إنه يعني يطلعك من عقله، لكن مش قادر هذا الشخص إنه يطلعك من عقله، لأنه بحبك جدا 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 ونوايا كل خير من ناحيته. برج اللبر اللي عفوا برج الجوزاء وبرج الثور، فهو الشخص اللي بفكر إنه يسكحك لأنه بده يريح عقله، لأنه عقله قرب إنه ينفجر. طيب هو كيف شايفك؟ وشافك انك انت شخص حماسي واسري وبتحب الاسره والعائله، شخص طموح جدا جدا، شخص بتحب تنظر للامام، وشخص كمان جاهز دائما لاي شيء جديد. واحكي لك كمان شايفك ايش؟ زي المحقق كونان، مكتشف رائق او كاشف بارع جدا جدا. وهو كمان شايفك انك انت لكن متريد وصامت، مش الصمت الصمت الهادئ، لا صامت لكنك متحرك. يعني كيف صامت؟ ما بتعمله في الكلام، لكنك متحرك في حياتك، بتكمل إنجازاتك، بتكمل أعمالك، بتكمل كل شيء. وشافك إنك أنت مرح جدا، وأنت بتحب الاستقرار الأسري جدا جدا. واحتمال البعض منكم أنتوا تكونوا في زواج، أو الشخص هذا يكون في زواج، بس أنا أقترح إنه الشخص هذا يا أصغر منكم بس بسنة مش كتير، أو أنتوا اثنين في نفس العمر، في نفس العمر، في نفس العمر. بس هو شايفك شجاع ومقدام جدا، و شايفك انك انت متمسك في رأيك، وانت جاهز زي ما حكيت لك، انت ريدي لكل شيء. شايف شخصيتك العشر فؤوس، يعني شخصية متكاملة جدا، مريحة فريحة مع أسرتك، عشان هيك هو بيحاول يمرح زيك ويفرح، وبيحاول يمكن هو يلفت نظرك على السوشيال إنه شخص محبوب وحبوب وكل الناس حواليه. كمان أنت بتراقبه من مواقع تانية، لو هو حط لك بلوك يمكن أنت بتراقبه من مواقع تانية، عندك إكوانتات تانية، وهو شايفك أنت بتراقبه وهو بيراقبك، وهو شايفك إنك مرح و مبسوط وشخص تحب تلمس طول وقته، وانك انت بتخترع السعادة اختراع، انك انت بتحب تكون سعيد ومتحمس لكل شيء، عندك حماس لكل شيء. طيب هو شو نوايا من ناحيتك يا برج الجدي؟ هو نوايا الاستقرار، يعني بصراحة الشخص اللي بده يستقر معك نوايا استقرار جدي، و خطوته القادمة إنه يقدم لك كاس الحب كله ويعترف بمشاعر هذا الشخص. بس أنا حاسة إنه بده يصلحك، مش يعترف بمشاعره، هو اعترف لك وخلاص، أو لف ودور
لكن انت عارف انه بحبك، لكن الشخص هذا حاسس انه في تاتش صار بينكم مش صحيح، او دخل حدا بينكم وقع بينكم وطلع، لهيك هو بده يعيد كل شيء وبده اياكم تتحاسبوا، لكن بطريقه كبيرة، بطريقه مهذبه، بطريقه جميله جدا، بطريقه راقيه، مش بطريقه الحساب اللي هو بكون شجار، لا هو بطريقه بده انه يكسبك كمان مره لصفه او لقلبه، او يكسب قلبك عفوا، لانه هو برضه يمكن احساسه انه في حدا عرض عليه الحب ودخل بيناتك وعمل شبكه كبيره وطلع وهرب من العلاقه، وانت حاولت تستكشف الشخص اللي تستكشف عنه وما قدرت، اللي استكشفته واللي جمعته ما اثبتوش او ما دانوش هذا الشخص كفايه، ما كانتش ادانه يعني كفايه انك تدين هذا الشخص، فهو ناوي انه نايف اوف بنتيكال و بداية جديدة الشخص اللي يتفق معك كفاية. الشخص هذا بده يصلح قلبك المكسور، وندمان عليك جدا الشخص، زي ما شفته زعلان جدا، هو متباعد انه زعلان وحساس جدا ومشوش. الشخص هذا نوايا خير، يعني نوايا صدقا الشخص هذا تعبان، صدقا تعبان جدا جدا جدا، ونوياه كل خير، يصلح لك قلبك المكسور اللي كسره. والشخص هذا اذا كان في طرف دخل بينك وثالث، فالشخص هذا بده يلغي هذا الطرف، بده يصلح قلبك المكسور ويطلع الطرف الثالث هذا، والشخص هذا بده بدايه جديده معك، وتعملوا اتفاق على بدايه جديده، يمكن انتوا تكونوا في العمل مع بعض، ويمكن يعطيك فرصه عمل جديده معاه، او انه اذا الشخص تبعد عن العمل وعن كل شيء، عن الساحه حواليه، فالشخص هذا راجع وبده يرجع للعمل من اول وجديد، وكمان الشخص بده يتفق معاك على شيء انه خلص كملوا مع بعض. خليني اشوف هل في طرف ثالث في حياه هذا الشخص بقول الجد. هو لحاله يعني مش شايف معي حدا، مستقر لحاله، ممكن يظهر لك عشان يغيظك، بس الشخص هذا بحبك جدا، يعني اكثر من هيك مش راح احكي لك، بحبك جدا، جاي يصلح لك قلبك بس، فقريبا جدا الشخص هذا جاي، بس انت نادى على السلمي تبعك عشان يجي الشخص الصح. اذا كان هذا السلمي تبعك فانده عليه، انت عارف هذا الشخص، انده عليه لانه هو جاي، هو جاي يعني اطمن، هو جاي، لكن خلينا اشوف لكم بيس السلام، هون بيحكوا لك ان السلام يأتي من أن نتذكر الحب هو حقيقي، فأنت اطلع من طاقة النيو فورشن، أنت في عشرة الحظ على فكرة أنت محظوظ، يمكن الحظ لعب دور معاك ودخلت مشروع جديد، حسيت نفسك أنك اتقدمت في حياتك، لكنك من داخلك مكسور، بحس أن الحب هو شيء كاذب، فبقول لك أنه السلام الداخلي، إذا أنت بدك سلام داخلي تأكد أول إشي، صدق إنه في حب. طيب أشوف نصيحة لك يا برج الجد، شو تعمل قبل ما النصيحة، شو تعمل، شو مشاعرك أنت من ناحية هذا الشخص؟ مباشرة مكتوب أنت بتحبه كمان، وأنت حاسة المصير، وأنت حاسة إنه نفسك يكون خلاص تكمل حياتك معاه، والشخص بحبك، وأنتوا اتنين بتحبوا بعض. خليني اشوف شو النصيحة إلك. انت عليها؟
شايف؟ انت قلقان قلقان جدا، وانت مكذب الحب ممكن انك بتحبه، لكن انت مكذب الحب ومكذب كل شيء، وكأنك انت ندمان انك دخلت هذا الشخص لحياتك، وكأنك اكتشفت عليه كتير اشياء بتفكر فيهم بطريقة يعني خلتك شخص مش قادر تفكر او تجمع شيء غير هذا الشخص، انه ليش عمل فيك هيك، ليش غدرك، ليش خانك، ليش غشك، اي شيء. تقريبا انت ما بتنام في الليل نهائيا، حتى لو نمت يعني نومك مشوش بكون، فاخرج من هاي الطاقة وادري انت ايش بدك، ونادي على الصورني تبعك والشخص هذا منيح. انا مش شايف نوعية شيء نهائيا، يعني انه مش منيح، انصحكم لا بتقربوش، لا قربوا وافتحوا قلبكم للشخص هذا، وحضروا نفسك الشخص هذا قريبا راجع، قريبا جدا كمان شخصية متجهة اليكم، يكون برضو طاقته متجهة اليك، فاتح قلبه لك للحب، لانه كان هون برضو 3 of cups. بس الشخص هذا حبك انت وبيفكر انه يصالحك، احتمال يكون هو مع اصدقائه بفرح بمرح، لكنه برضو تفكيره انه او الشخص هذا شاعر انه بحبك بزيادة وبده اياك تكون صديق وحبيب.